نروح إلى خبر آخر. أنا بالنسبة لي والله يعني خبر شوي مزعج. بعد 28 سنة من الكتابة في زاوية حول العالم، أعلن الكاتب الشهير فهد عامر الأحمدي إحالة زاويته للتقاعد، وذلك بعد أن حطمت هذه الزاوية مختلف الأرقام من حيث أعداد القراء أو الردود والمتابعة. خبر حقيقي قد يحزن كثيرين، خاصة من ممتهني أو المهتمين أو متابعي الزاوية. وكتب اليوم فهد الأحمدي مقالة بعنوان المقال ما قبل الأخير، ذكر فيه تفاصيل الزاوية والمراحل التي مرت بها. لذلك اليوم ينضم معنا ويشرفنا أن يكون معنا هاتفيا الأستاذ فهد عامر الأحمدي. أهلا وسهلا بك. ماذا لمن تكلنا يا أبو حسام؟ ماذا فعلت بنا؟ أهلا فيك يا أستاذ علي، وأنا اللي شرفني الظهور معك مرتين خلال 6 أشهر. أبد، شرف لنا، الله يسلمك. ربي يسعدك ويخليك حبيبي. ما الذي دفعك للتوقف الآن؟ والله شوف، هو المقال الأخير بإذن الله سيصدر غدا، وذكرت فيه يعني كثير من الأسباب. ولكن يعني إذا حبينا نركز على سببين، نقول إنه هناك يعني سبب من الكاتب وسبب من المؤسسات الصحفية. فأنا من جهتي يعني لاحظت طبعا من فترة إنه الصحف الورقية لم تتراجع فقط من حيث التوزيع، بل تراجعت أيضا حتى من حيث التأثير الشعبي، لم يعد لها ذلك التأثير الشعبي السابق. يعني أنا لاحظت إنه مثلا ممكن أنا أحط تغريدة في تويتر فتأتي بردود أفعال على المستوى الشعبي والرسمي، يعني ما تجيبها المقالات خلال شهر كامل. يعني هذا من جهة. ومن جهة المؤسسات الصحفية، يعني خلينا نكون صريحين، المؤسسات الصحفية جميعها في تراجع كبير، في تراجع مالي كبير، لدرجة أنها الآن لا تستطيع أن توفي بالتزاماتها المادية مع المحترفين من الكتاب والصحفيين. فاجتمعت الشغلتين مع بعض، فخلاص بعد 28 سنة، يعني أنا أساسا تفرغت للتأليف تقريبا من 3 سنوات، فأعتقد أن الوقت قد حان. يعني طيب، هناك آراء تحث أبو حسام على الكتابة وبقاء الصحف الورقية كنوع من رد الجميل للقراء أصحاب الولاء لليوم للورق، أو حتى اللي يتابعونك عبر الويب سايت. لا شوف، احنا نكون عمليين ما نكون عاطفيين. يعني في النهاية الصحف الورقية مؤسسات أهلية، مؤسسات خاصة. إن لم تحقق أرباح فكيف حتستمر؟ يعني أنا من الناس اللي ما أعتقد أنه حتى من واجب الدولة أن تدعم المؤسسات الخاصة والأهلية، وإلا كان دعمت كل الشركات اللي في طريقها إلى الإفلاس. فإحنا الآن يعني مشكلتنا اللي هو انقلاب الصنعة الصحفية. يعني في الماضي كانت الصحف هي المتسيدة، هي مصدر الخبر الوحيد. كان الناس يعني يتلقون فقط ويسمعون، حتى لا يناقشون ولا يعدلون ولا يضيفون شيئا. الآن طبعا انقلبت المعادلة، فأصبح الناس أو الجمهور هم من يولد الخبر، وهم من يستهلك الخبر، وهم من يعدل عليه. فأصبحت المشكلة الآن في عزوف الناس. يعني حتى تلاحظ في الطائرات، أنا يعني لاحظت والله يعني حركة مؤسفة دائما تتكرر في الطائرات. يعني تأتي المضيفة مثلا بالصحف، ولاحظ أنها مجانية في الطائرات، فلا يأخذها أحد. فهذا الشيء يعني مؤلم، ولكن ما في لنا أخذها نهاية، ماذا نقول باقي عشان يحب الصحافة. طيب أبو حسام، بس هل نعتبر لهذا الموقف ردة فعل على تهميش أو فصل عدد من الزملاء الكتاب أو الصحفيين في الفترة الأخيرة في صحفنا السعودية المحلية؟ شوف القضية، وأنا حقيقة أنا وافقت أن أطلع معاك في هذا الوقت، لأن القضية أنا أشوفها أنها أكبر من توقف كاتب. كاتب واحد، لأن القضية حقيقة يعني كبيرة. يعني حين تسمع أنه صحيفة واحدة فقط فصلت 420 صحفي وكاتب، يعني تتساءل في النهاية ماذا ستقدم الصحيفة؟ يعني أنت الآن مثل صاحب مطعم يفصل الطباخ، فماذا ستقدم؟ يعني ماذا ستنتج؟ أين سيذهب هؤلاء الناس المفصولين؟ القضية بالفعل كبيرة. وعلى فكرة ترى الكتاب وضعهم أهون من الصحفيين طبعاً. يعني المشكلة في الصحفيين المحترفين، لأن الكاتب في الغالب تكون عنده مهنة أخرى، يكون مثلاً أستاذ في الجامعة، يكون أكاديمي متقاعد إلى نهاية. لكن الصحفي المحترف أو الإعلام المحترف يعني أين يذهب؟ فأنا أعتقد أنها مشكلة، يعني حتى مشكلة وطنية. يعني
نعم. لا هو هذا يقودني للسؤال استاذ فهد، انه انت لفيت العالم وزرت كثير دول، وتعرف اكيد عندك علاقات بكتاب مثلا في امريكا ولا في اليابان ولا في الهند ولا في اوروبا، وهج الكتاب هذول لم ينطفئ، موجود حتى الان، شو الفرق بيننا وبينهم يعني؟ هو شوف في النهاية، يعني هو في النهاية الكاتب الجيد، أو خلينا نقول المحتوى الجيد، بلاش نقول كاتب وبلاش نقول صحر، المحتوى الجيد سيتنشر في أي فضاء، في فضاء الإنترنت، في فضاء التواصل الاجتماعي، إن كان جيدا بالفعل وحبوه الناس حينشروا. يعني بالعكس، أنت الآن تلاحظ معظم الكتاب لهم يعني متابعين أكثر من الأعداد اللي توزعها أي صحيفة. ففي جزء من الكتاب، في جزء من الصحفيين سيستمرون، ولكن الأغلبية بالذات عندنا، يعني طبعا أنت تعرف الأوطان العربية، الحقوق الفكرية من ناحية تأليف وما تأليف هذه قليلة وضعيفة. نعم. فالكاتب ربما في الغرب يعني يستغني من خلال كتاب، من خلال موقع إلكتروني، يعني بالعامة كده يدبر نفسه. طيب. لكن بالفعل يعني أنا خليني أقول لك على شخص جدا رائع عندنا، كان رسام كاريكاتير رهيب اسمه سليمان المسيهيج. يعني هذا حتى رسام عالمي، يعني حين يخرج من الصحيفة أين يذهب؟ أين يعمل؟ شيء محزن. مش أنا فهد عامر على سبيل المثال، يعني يمكن حالتي أنا استثنائية، لأنه بالفعل أنا شغلتي هي الكتابة فقط، يعني لست يعني ما عندي أي وظيفة أخرى غير الكتابة والتأليف. ففي النهاية أين سيذهب هؤلاء المحترفون؟ وعلى فكرة هذا الشيء أنا أعتقد أنه حيضر المستوى الثقافي في طبعًا. البلد بأكمله طبعًا. لماذا؟ لأن الصحف الورقية إلى الآن أو حتى إلى قبل فترة بسيطة هي التي كانت تدفع هذه الرواتب. الصحافة الإلكترونية طبعا تعرف وضعها، تعتمد دائما على الاقتباسات وكذا وكذا من يعني من هذا المصدر أو ذاك المصدر، وفي النهاية هي لا تتحمل، تقول لك إحنا خدناه من مصدر كذا، فلا تدفع ولا تتحمل المسؤولية. والمفارقة الأخرى من الطرف الآخر، الصحف الورقية كمان معذورة، لأنه تراجع الأرباح فيها أصبح يعني لا يطاق ولا يحتمل. مخيف. طيب سؤال أخير وببدأ، ماذا لو ألح عليك أحد رؤساء التحرير أو أحد الصحف الجديدة المدعومة أو صحف عربية أو خليجية أن تعود للكتابة، هل ستوافق؟ لا ما أوافق. تعرف ليش؟ لأنه الآن يعني المشكلة أصابت الصحف بأكملها. الصحف بأكملها يعني في هبوط، وأنا من جهتي يعني أبدو أني قفزت من القارب في الوقت المناسب، لأن بالفعل التفت إلى التأليف وعندي أكثر من 9 كتب ناجحة بالفعل. يعني أنا عندي كتاب واحد يعني وصل إلى 300,000 نسخة، ولكن أنا أكلمك عن قضية عامة. نعم صحيح. الذين يفصلون الآن أين سيذهبون؟ بالذات الصحفيين المحترفين أين سيذهبون؟ يعني هذا هو ما ننتظر جواب. نعم، أنا أشكرك على أنك حضرت معنا، لكني لا أشكرك أنك راح تبتعد عنا كتابيا. فشكرا مرة ثانية لأبو حسام الكاتبنا اللي نفاخر فيه، الحقيقة نفاخر فيه والله، مش محليا حتى يعني عربيا وعالميا، لأنه كاتب له نكهة خاصة وخط واضح منذ البداية وفخم يعني، وفي معلومة دائما وفي دهشة. شكرا على كل السنين فهد عامر الأحمدي، شكرا 28 سنة، شكرا لك على ما قدمت، شكرا لمواقفك النبيلة مع الكتاب والصحفيين، وحرصك على أن لا يكون مصيرهم مجهول في المستقبل.